فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، ياخذ جزء من حصتنا اليوم، واصلين حديثنا على كلاسيكو والسي اس اس والكلوب مع ضيوفنا معاوية القادري، طارق المسعودي ومنشي بن ابراهيم. دونك نحكيو خلينا نحكيو شويه على النادي الصفاقسي اكثر. معاوية، ظهر لي كريم دلهوم، نحسوا اللي واصل في العمل نتاع نبيل الكوكي تقريبا. ستاف كان يخدم مع بعضهم، بعد كمل كريم دلهوم عمل نبيل الكوكي. باللي مويان الموجودين ظهر لي فما بصمه نتاع مدرب البارح في السي اس اس. صحيح، معناتها كريم عنده مده طويله مع سي نبيل الكوكي، خذا معناتها اكسبيرونس كبيره، وكيف كيف اللي هو معناتها سبورتيف كريم ونعرفوه في صفاقس والولد نتاعو كيف كيف، فهمت، عنده خبره، عنده زاد دعم الجماهير. الحقيقه احنا ديما نتمناو اللي معناتها مرحبا، راه مش كيستيون ولاد النادي معناتها ما حشناش، لا يبدا ثم مدرب معناتها كبير كيما ديكاستيل كيما يجي باش يقدم الاضافه مرحبا، سينو عندنا راهو رجالات وعندنا عباد معناتها تفهم كوره وتنجم تنجح كيف كيف. سي حمادي الدو نجح وهز اللقب نسبو جلبان كيف كيف، عمل مردود باهي. كريم دلهوم توا معناتها الحقيقه عنده شخصيه، انسان عنده ثقه في نفسه، ان شاء الله معناتها يلقى الدعم، على خاطر راهو في قادم الايام عادي جدا باش النادي هذا الصفاقسي ينهزم، وعادي باش يتعادل، وعادي باش تصير معناتها نتائج سلبيه. يلزمنا اخويا نصبروا ونعطيهم الثقه وباش يواصلوا معناتها في نفس المردود ان شاء الله. طارق قبلك حكيت شويه انت، خلينا نحكي وقفه توا بكثر تفاصيل. حكايه معايا كريم دلهوم، باش نسألك على مارشان، هل هو الاختيار المناسب للنادي الافريقي في المرحلة الأولى؟ واثنين، تعامل البارح مع التغييرات خاصة والتشكيلة اللي هبطت، قراءة في هذا الكل؟ هو الاختيار المناسب ليه؟ لأنه يعني بعد البارح يعني ما أنا نقول لك راه دو تيتر ضاعوا البارح، مش تيتر واحد، معناها الكل يبقى خسرت كأس تونس وإمكانية أنها تفوز بالسوبر على ماتش تنجح مع المدرب معناها. لا تعاملوا مع الماتش يا اخي، تعاملوا مع المباراة يا اخي، هذوما حاجات بديهية. انا كنقول لك راه ما فماش ريغور، ما فماش ديسيبلين، ما فماش، ما تحضرش الماتش، ماتش ما تحضرش لي ديتاي، هذوما يقولوا لي راه الماتش ما تحضرش. راه انا كل يوم النادي الغندري اللي ما عملش كوفرتور، ولا ادم الطاوس ما غطاش، ولا احمد خليل تعب، راه هذه مسؤولية المدرب. هذه مسؤولية المدرب، كي تجي فرصة ولا ثلاثة ولا أربعة راس راس ويضيعوهم لاعبين، وقتها نقولوا الملاعب متوسط ولا الملاعب كذا، هذوما حاجات نتاع مدرب. أنا تمنيت معناها كان مش أجنبي كبير، لأنه أنا ديما نقول كومبيتونس معناتها الجنسية ما عندهاش عمر، ما فيهاش، لا معناها بالعكس كي يجي مدرب يعطي البلوس، ماهوش مارشون تاع 2006، ماهوش مارشون تاع 2007، معناها فما ما نعرفش أنا كيفاش نفسرها. نقول لك ما فماش سانكرونيزاسيون في الستاف، الكلوب اول مره عندها مشاكل بدنيه، كانت في اتعس حالات من هكا وفيكتيف اقل من هكا، وكانت الامور معناها تكمل بالكدا. معناها اذا كان عندنا مشكله في المستوى البدني، اسكو البريباراتور فيزيك شغل يعطيه الخدمه، يراقب المدرب، وراو واحد بركه سوق يا اسلام، واحد بركه عنده الفولون هو المدرب. معناها كي يصيروا هذوما الكل الحاجات اللي مدرب الحراس والكيني والبريباراتور فيزيك والاوترو دو جاردين بيوت والستاف الكل هو تحت امرة المدرب الاول اللي هو بالاكسبيريونس اللي عنده بالعمر اللي عنده، نورمالمون ماتش كوب يتحضر خير من هكا برشا، ونجم يوفى في 90 دقيقة، لأنه نعاود نقول راهو مع قادر النادي الافريقي انه ينهي في 90 دقيقة. نحكي لك عن التركيز على تحضير الماتش، فما حاجات سامحني سلام، فما حاجات يفهموها الناس اللي في الدومين الكوره. معناها راهو باش حاضر ماتش، راهو مش اللي تسلل، راهو كي نقول لك فما قله تركيز، التركيز الملاعب يحضر قبل بشهر، قبل بجمعتين، كل ما تقرب الماتش كل ما ديسكور يتبدل، كل رينيو تكنيك وشنو الهدف نتاعها. توا انا كنت نتمنى ان يكون تونسي، اذا كان مارشان معناها يكون مدرب تونسي ينجم يكون ممكن موتيفي اكثر، وشفنا البارح كريم دلهوم معناها ايبير موتيفي، معناها مش يستنى في فرصه، عنده ديما يخدم ادجوان جمعيته يخزرها قدامه، يراه في روحه ينجم يعطي، يراه في روحه ينجم يعمل فلوس، والبارح وعطاوه سي اس اس فرصه نتاعو، والبارح شفنا هذيك ما تنجمش تلقاها عند الناس الكل، تلقاها عند كان معناها مدرب موتيفي، مدرب يحب يخدم، مدرب جاته فرصه مش شد فيها، مش بيرترو مارشون ما بين قوسين
بالبرود اللي شفناه البارح ولا بال معناها هما كيك الفرنسيس معناها ايه ما ذا تلعب على تيتر انت وتنجم تلعب لازم تكون حار شوي لازم تكون لازم تكون حار لازم لاعبين لازم تطور المستوى نتاعهم والملاعبين اللي جايين هذوما راه مش معناها انت جون وعندك الجمهور يدز معاك مش كل حد وطريقته مثلا مش كيما انشيلوتي مع الريال به انسان هادي كيما مورينو معناتها يقلبها الدنيا معناها وزوز ناجحين معناها هي هذاك انت تو نقص بينها اي ما هو ما نقارنوا ايه ليه ليه في الملاعبيه في خاصه في تونس لازم المدرب يكون كاسح مع الملاعبيه لازم المدرب يشد كل شيء في يده لازم المسؤولين يشدوا كل شيء في يديهم راه نعاود نقول لك الملاعبيه اللي جون مش معناها راه عندك انت كارت بلونش ولا سيفري الجمهور يدز معاك والناس فرحانه بيك لكن انت اعطيني رجع لي انا نعطيك هذا الكل باش ترجع لي روندمون باش ترجع لي كونسنتراسيون باش ترجع لي تزيد خطوه تجري اكثر مترو تخدم 200% ديما نقول لك فوز بنزرتي لازمك تخدم في السوفرونس هذه هو مش تخدم في الكونفور وكذا وماتش عادي ونورمال كل كره تعمل معها عادي ما فماش فرق بينك وبين اي لاعب اخر اللي الناس الكل يقولوا هذا انترناسيونال هذا مستقبل تونس هذا مستقبل الكلوب مش مش بالروندمون هذا خويا طارق اسلام الحقيقة أنا لاحظت حاجة اللي ثم فرق بين التغييرات اللي قام بهم كريم دلوم والتغييرات اللي قام بهم مارشان معناتها أنا من رأيي مع سيمون جي أنا من رأيي من بعد الهدف خرج الذواديو معناتها عمل غلطة بالعكس سهل اللعبة وكريم دلوم بالعكس هذا دخل معناتها سيء احنا قبلنا الهدف في 77 دقيقة سجلنا في 82 قام بشونجمون 79 معناتها فيسع ما قعدش يخمم برشا شونجمون نتاع ديزاماتور انا قلت فهمت معناتها غريبه في موجي خانك ورايك في تعامل الزوز مدربين كريم دلهوم وبلاتيرو مارشان مع مجريات المقابله والتشكيله اللي هبطوا بها الزوز انا نتمنى كريم دلهوم يحس اللي نادي صفاقسي هيئه النادي صفاقسي عندهم ثقه فيه لأن اليوم راهو كي نشوفوا التعامل بعد ساعات مع أولاد النادي ومع أولادنا كتوانسة في تونس كما قال طارق قبيلة عندنا كفاءات كبيرة برشا مي مالوريزمون الريكونيسونس تاع الكفاءات هذيا كان في الخارج احنا ديما أوني أنغرا بارابور لونترونور التونسي هذاك علاش نقول اللي كريم دلهوم يلزمو يحس اللي فريمون الناس كله راه كان تتفكروا انتم مع انيس بوجلبان وانا كلمت انيس بوجلبان وقتها وقلت له راهو النادي صفاقسي وش يندم على التخلي عليك لان جابوا مدرب ضد النجم الرياضي الساحلي في سوسه كلوب صفاقسيون وليتوال جابوا المدرب كوم كوا باش تصير نتيجه غير ايجابيه وباش يغادر انيس بوجلبان يفوز النادي صفاقسي على النجم الرياضي الساحلي في سوسه وجيبوا يقدموا المدرب هذايا ضد تطاوين في صفاقس وتطاوين تفوز مع شكري الخطوي ضد النادي صفاقس 2-1 لان انيس بوجلبان حس اللي فريمون ما فماش كونفيونس ولا بيريود نتاعو فات وكل شيء وشفنا شو اللي صار التململ اللي صار مع نادي صفاقس انا نقول كما قالوا الاخوين قبيله سي ليكيب اللي رسومبل لونترونور وليكيب اليوم تعامل مع كريم دلهوم فريمون ولد سيمون جي دلهوم نحيوه ربي يطول في عمره هو سجل نقاط فريمون اي هاني قلت لك سجل نقاط على الناس الكل ودولي بروفي طارق راهو نتصور اكثر من انيس خاطر انيس تغدر في وسط العام البارح الانتصار تاع البارح راهو انتصار تاع 50 سنه راهو يصير مره في 50 سنه اللي صار دونك انا نتصور كريم ما فهمتش معناتها مره في 50 سنه لا السيركونستانس تاع الماتش كيفاش الماتش خاسر وفي 12 مينوت تعدل في 5 مينوت وبعد تمركز في 124 لاحظت احنا ضد الترجي الرياضي التونسي كيف هيك القمامديه في الدقيقه ساعات سي فوز البنزرتي المدرب الترجي مركيها كيف في الدقيقه 122 لسام النوالي نفس السيناريو نفس فينال فينال ولا دمي فينال نسيت لحظه احكي لك انا معناها على اللي صار كله في مصلحة كريم أنا ما نجمش حتى واحد يمسه تو اي لا يعني نقول باك تعرف راهو اليوم لازمنا نمنو اللي أنا كي تشوف أنت وقت اللي قبل الهدف الأول تشوف السيرينيتي نتاع كريم دلهوم شيء ما كاين أون لامبرسيون وحاجة أخرى سي كو كي نعاودها فيزيكمون ليكيب اللي تي ميو بريباري كي تشوف أنت النادي الإفريقي وكان نقول لك الحقيقة وكان كمل أربع ساعة أخرى وقت اللي خاطر النادي الصفاقسي حس اللي
مالغري لا بريزونس تاع الجمهور تاع النادي الافريقي ما شاء الله عليهم وتبارك الله، ناس روحت تبكي، ناس روحت تتقطع في شعرها، خليت اللي امن اللي مالغري البوبليك هذاك اللي النادي السفاقسي نجم يكمل المباراه في باش يفوز المباراه من غير ضربات الجزاء. وقت تعرف انت عندك ان افونتاج، عندك حارس مرمى من طراز عالي، دونك خليت اللي النادي السفاقسي امن بالفوز وفاز. دونك تشوف انت بعد المباراه جورات كيفاش مشاو الكريم دلهوم وطارق سالم، سافي بليزير افوار هذو الكل، سي اون ريكونيسونس. دونك اليوم دونك الفينال سافا تيتر اون اوتر هيستوار، دونك كو لو ميور غاني كيما نقولوا. معايا باش نسالك على ملاعب تعرفه مليح انت، تقريبا احسن لاعب في الماتش البارح، شكون نقول لك احسن لاعب في الماتش شكون؟ والله هي المجموعه الكل طيبه، لكن شادي في الوسط عجبني. شادي الهمامي ظهر لي في العموله نتاع شادي الهمامي في الاكسبيرونس نتاعو ظهر لي، ولا البارح اللي مازال عنده ما يقول صحيح ديجا، معناتها دياكيتي بجنبه تاب وخرج، وشادي معناتها الاكبر مازال وكمل الحقيقه منظم، انسان منظم يعرف يعيش زاد البرة، عنده معناتها اخلاق كبيره، يعرف يستحفظ على روحه وقاعد ينصح في الاولاد. عندنا نقولوا احنا دحمان شادي نصراوي غرام، ثم مجموعه طيبه. سامحني معايا، شفت بعد الماتش الانترفيو نتاعو ترونكيليتي بعد الماتش وانت مترشح لكاس تونس، هذاك يوريك اللي الايماج الصوره اللي قاعد في التيران وخارج التيران قاعد يعطي فيها الملاعبيه، والملاعبيه تجاوبوا باداء اللي خلاهم يترشحوا للفينال بوان لا لين. صحيح، اما حاجه الاخرى ماش، انا نحب الحقيقه ما دامنا في بدايه موسم ومازالت، اسمع اي جماهير، اي جماهير نتاع اي جمعيه راهو معناتها يلزم منا نفهموا اللي في كرة القدم موجود الربح وموجود الخسارة، معناتها ما غير ما نتقلقوا، ما غير ما نفرحوا برشا في الربح وما غير ما معناتها نحزنوا برشا في الخسارة. خلي معناتها كيما قلنا كريكا كان جاو النادي الصفاقسي، جمهور النادي الصفاقسي وينهزم ضد النادي الافريقي من غير جمهور، راهو جمهور يلزمك تفهمه، لازم الناس هذوما شو ما دامك عندك ملاعبيه خويا معاويه، عندك ملاعبيه ماهمش حاسين اللي هما لابسين قميص فريق كبير وجمهور اكسبسيونيل، اللي انت لجور جي تلقى روحك ماكش في المستوى، ما عندكش مكانه في النادي الافريقي. بيان سير في اي جمعيه كبيره، تو سامبلومون وجيستيون. انت اليوم انا نعطيك لو بوفوار، لو بوفوار يفو لو ميريتي. اليوم اون لامبرسيون في النادي الافريقي اللي خذاو البوفوار او نيفو نحكي كوتشينغ اي تو، ان لو ميريت با بوان على ليني. واذا كان اليوم اي شخص كان باش يجي يدرب النادي الافريقي ويتكبر على النادي الافريقي ما عندوش مكانه، النادي الافريقي اكبر منه. اليوم اذا كان انت توصل تحط جوارات ماهمش موتيفي باش يلعبوا، حتى قول لك الحقيقه، حتى ولو تلعب بكدا وتخسر النادي الافريقي ضد النادي الصفاقسي ولا اي فريق مش مشكل، حتى جمهور ينجم يسامح. صحيح. اما الاداء وتلقى روحك انيكزيستون بارابور على الاجواء هذيك، وناس يعلم ربي ثم ناس نوعدك جات من اكثر من مدرين على سقيهم، ويعلم ربي يروحوا على سقيهم يبكي، وكانوا بالفرحه يروحوا بالفرحه. انا نقول تو سامبلومون اللي النادي الصفاقسي ايو لو ميريت باش عرف دون لي مومون ديفيسيل لا جيستيون دي جروب، عرف كيفاش يفوز. انا ميساجي صغير راهو الجماهير، سامحني خويا، الجماهير عندكم حق وتعبين، واي اي جمهور يحب فريق وديما ناجح ويهز الالقاب، لكن معناتها مازالت الكوره ما فهمتها ولا انتوما ديما نعرف احنا يلزمنا نقولوها هذايا، احنا توا النادي الصفاقسي صرت لنا الحكايه هذايا، ريت احنا خرجنا في الفينال، انت قلت مليار ما يمركيهاش مليار مره فارس ناجي، بوتريكا 3000 مليار ما يعاودش يمركيه الهدف هذاك، لكن العام اللي بعده احنا تحصلنا على الكوب دو كاف في المريخ السوداني، تحصلنا على الكوب دو كاف نتاع 2008 عامين على بعضهم. معناتها اش حبيت نقول؟ مثالش يلزم تنسى، ويلزمك تدعم جمعيتك، ويلزمك تشجع جمعيتك باش يقدم القدام لاكثر لاقل. وكيف كيف راهو ما ننساوش بكريكا عملنا غلطه صغيره احنا، هذا رايي، راهو مش اللي ربح معناتها ساي فينال، راهو ثم فريق محترم
اسمه مستقبل رياضي بالمرسى يلزم معناتها ما تربحش قبل الطرح. شوف العمل اللي وصل بيه مستقبل رياضي بالمرسى راهو اليوم في ظروف صعبه وصعبه جدا، لان كل مره وقتاش باش يبدا الشامبيونا وقتاش باش يبدا الكوب ديما روتارد لا كوب، خاطر سين دوزيام ديفيزيون راهو طالعين من تروزيام ديفيزيون، والفريق الوحيد اللي بدا بكري في نفس الوقت راهو كل مره باش يجي الماتش يحضروا للماتش ما يجيش الماتش، والفريق الوحيد راهو ديفيزيونير اليوم في تونس وصل للفينال كوب دي تونيزي. مستقبل رياضي مرسى 77 نتفكر سي اس اس فاز مستقبل رياضي مرسى، 84 مستقبل رياضي مرسى فاز ضد النجم النادي الصفاقسي، دونك 30 سنه مستقبل رياضي مرسى ما يلقاش روحه في الفينال كوب دي تونيزي. اليوم سي ماتش كيف تاتر معناها اونتر دو زيكيب كي يعرفوا بعضهم، جماهير مستقبل رياضي من مرسى راهي باش تكون فريمون موجوده بكثافه، نادي الصفاقسي تبارك الله الاجواء باش تكون مباراه اكسبسيونيل، راهو مالغري كو نادي الصفاقسي ماهمش مش يلعبوا الملاعبيه اجانب، وهذه نقطه استفهام كان سمحنا للسكوند ديفيزيون عندهم لاعبيه اجانب، راهو الناس الكل تلعب لان ملاعبي يحب روحه يلقى روحه في الفينال يلقى روحه ماهوش في الفينال. اليوم ان شاء الله باش تكون مباراه ممتازه وممتازه متعه كرويه. هيكل المنديه 2010 نصف نهائي كاس جيني تو مساج، وعلى المرسى ثم رقم ثم رقم والله معناتها غريبه، فهمت؟ النادي الصفاقسي باش يقابل المرسى في الدور النهائي ثلاثه مرات، عام 77 وعام 84 وتو، وبزهرنا بالحق راهو هذه معناتها جاتني تو يلزم اللي الدومي فينالات الكل كانوا ضد النادي الافريقي ولعبنا ضد المرسى. مشكور زميلنا معاوية الكيلاني، زميلنا معاوية القادري. شنو حبيت تقول على شاد الهمامي؟ شاد الهمامي راهو ساهل برشا بالروندمون هذاك، معناها راهو خلينا نحكيو بلغة الشارع، طفل متربي طفل نظيف البرا طفل مستحفظ على روحه، وما فيهاش هذه فلسفة، ما فيهاش واحد أي ملاعبي يوصل في العمر هذاك ويلعب بالروندمون هذاك معناها راهو مستحفظ على روحه البرا. لهنا مساج للملاعبين الصغار، لهنا مساج للملاعبين الصغار اللي الحس والواحد أكثر من الروندمون اللي يعطيو فيه. ما نجمش ما نتكلمش على كريم العواضي اكزامبل للي جون الحناشي، زهير الزويدي تو في النادي الافريقي، الملاعبيه ذوما صابر خليفه، الملاعبيه ذوما اللي كمل في يوصل 33 34 وهو في الروندمون نتاعو وهو تيتولير، دونك ميريت الملاعبيه ذا، وزاد مساج للملاعبيه الصغار اللي يلزمهم معناها برشا مراجعه وبرشا كبس باش يعطيو الروندمون اللي يلزم يعطيوه في النادي الافريقي. تو الضوء الاحمر شعل، يلزم يتحمل مسؤوليته زهير الزويدي كابيتان، يلزم يحكي مع اصحابه، يلزم يتلموا يحكيوا مع المدرب. قلت لها امل حاتش المنع ولا مازال بكري باش نقولوا هذا؟ بيان سور كان حتى المنع خير بطبيعه، ما فما حتى كلام، تدخل بحظوظ اكثر، تدخل بملاعبيه اكثر، لانه فما برشا نقائص في النادي الافريقي، فهم لاعبيه راهو ما عندهمش بلاصه في النادي الافريقي، خلينا نقولوها. ها ليه انا اللوم تعرف ايش اللوم انا؟ لانه فرصه. ليه لانه فرصه انت قدامك فارغه سي المنجي، تيران فارغ باش تلعب، معناها لي بوست موجودين في الكلوب، فرصه ما تجيش كبير برشا. سيرتو لي جون، سيرتو لي جون يلزم يعرف ويلزم يفهم قدره ويفهم الليميت نتاعو ويعرف هو فاش ناقص، ويلزم يخدم ليل ونهار ويحكي مع الانترونير والستاف تكنيك والادجوان والدوزيام ادجوان والفيديو اناليست وكذا، يحضروا له الخدمه هاو 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 في شغلته وكذا. فما حاجات ما تشوف انت ملاعب موتيفي، معناها تشوف الموتيفاسيون نتاع المرسى ضد بنكردين، وفما ملاعبيه في الكلوب يعني تيتولير كانها مش كادو غادي من كادو. البنك بتاع النادي الافريقي، التعامل، الجديه، الريجور، الديسبلين، باش ما نقولش حاجه اخرى، باش ما يلزم برشا حاجات للمراجعه، وهذه رب دارت النافع. الخساره تاع الكوب بطبيعه خساره كبيره، وجمهور الكلوب ما تنجمش تحكي معاه لانه ما زالت مؤثر الخساره فيه. يلزم جمهور الكلوب اللي اعطى واللي التخ واللي بكى واللي جرى واللي الناس معناها العالم يحكي على جمهور الكلوب، راهو يستحق خير من هكا برشا من اللاعبيه ومن المسؤولين. ولهنا علاش نقول لك انا يلزم ممكن رينيو ولا قرارات ولا حاجات تصير فيسع باش كل واحد يحط يتحط في بلاصته، كل واحد يعرف مسؤولياته، حتى واحد منهم عامل مزيه، كلهم محترفين، كلهم يخدموا، كلهم يخلصوا، مش هكا معناها باش يكفيوا الجمهور هذا. وملاعبي عمره 19 سنه و20 سنه ما تمركيليش، ما تجيبليش الالقاب، وقتاش باش تمركيلي، وقتاش مش دز اصحابه، وقتاش مش تعاون، وقتاش مش تعطي 200%. لهنا انا راني نحكي اكثر واحد دفعت على الملاعبيه هذوما
لكن جاء الوقت انه باش معناها فما حاجات، فما الضوء الاصفر شعل والاحمر، وتوا البارح الاحمر شعل برشا مرات، مش بالروندمون هذيك نجم تقدموا بالكلور ليكم انتوما ولليكيب ناسيونال كانكم في ليجيون ولا في السينيور، والملاعبين زاد لازم ياخذوا والانترونور راهو ما حضرش ماتشوه، نقول ما حضرش ماتشوه راهي مسؤوليته هو اون بريميليو، لازم معناها الشيك يهز المدرب والملاعبيه بتبيعه والانتوراج، يعرف رئيس الجمعيه نورمالمون يكون اقرب من هكا معناها للسينيور، ويعرف اللي ديفيرنس هذوما، يعرف اللي راهم فما سانكرونيزاسيون في ستاف، مش معقول كل الانتونور هو الكل ما فهمش على اليمين وعلى اليسار، بريباراتور فيزيك يتحمل مسؤوليته والملاعبيه وخاصه زهير وغازي والولاد الكبار اللي باش يعاودوا يحكيوا مع الملاعبيه هذوما، وكل واحد ياخذ حقه، وفما خمسه نجوم وفما ثلاثه نجوم، راهو كل واحد يلزم في المستوى بتاعه، ويعرف اللي راهو في عمره هو كان ماهوش مسجل ولا ماهوش هاز جمعيه على ظهره، راهو ما نسميش ملاعبي جون، وبرشا ملاعبيه ما نحبش انا سميت بكري شاب العبيدي ولا حمدي ولا ادم قرب ولا طاوس ولا الولاد اللي هم ولاد جمعيه والقاور واحد في معناها تيتولير بارونتير معناها يلعب اساسي مكانه موجود، اي مكانك موجود يا اخي، وقتاش تعطيني البلوس، وقتاش مش تحط سانكيه، وقتاش تدخل بالعربيه شوف السياره للوتوروت، تعرف اللي راهو جمهور الكلوب البارح شيء كبير، ميريت هذا ما تنحاش السي اس اس، ما تنح حتى شيء من السي اس اس، ملاعبيه تاع السي اس اس وستاف والناس اللي خدمت واللي حضرت الماتش نتاعها، مبروك للسي اس اس هذا ما فما حتى كلام، لكن في المقابل راهو الجمهور الكلوب يستحق اكثر من هكا، ما نحبش ندغدغ المشاعر ولا نحكي بالعاطفه اكثر، لكن راهو جمهور الكلوب ما يستحقش هذا بكل، البارح راهو ديسيبسيون كبيره برشا، لازم في اقرب وقت توضع نقاط على الحروف، واولهم بيرتران مارشان والناس اللي شاده سيكسون فوتبول تحملوا مسؤوليتهم، لانه فشل ذريع البارح، فشلوا في معناها صار فشل في كل شيء، كل واحد يتحمل مسؤوليته. طارق حاجه اكسبسيونيل كي تشوف انت انشيلوتي في الظروف الصعبه يقعد في البنك ويحكي مع ولده. انشيلوتي معناها نقول اللي راهو الجورات هما عندهم الكره في ساقيهم في التيران، انا شفت بيراميدس والنادي الصفاقسي في تونس هنا، والنادي الصفاقسي ايتي ليميني معناها في المباراه هذيك، تشوف الجماهير روحت فرحانه، عائلات بنات رجال نساء فريمون اكسبسيونيل فرحانين، علاش؟ خاطر النادي الصفاقسي في الظروف الصعبه عدى اداء اكسبسيونيل، خسر ضد بيراميد ايتي ليميني، انا قلت سامبلومون تعادلوا مع ليميني معناها، فهمت؟ هذا اللي نقوله اليوم، راهو انت كملاعبي مش اليوم تنسى وتنسى اصلك وتنسى اللي انت درا شكونك، عملت ماتش ولا اثنين تخايب روحك درا شكون، اليوم امني وقف ملاعبي يقول له ما عرفتنيش شكون وشكون سيادتك انت، الملعب يعطيك برشا حاجات ايجابيه يلزمك تي بروفيت دو سو حاجه ناخذ نختم بها اقل من 10 ثواني، راهو فما ان بون جوار وان تري بون جوار، باش تكون ان تري بون جوار لازمك برشا برشا خدمه وبرشا تواضع. شكرا لك طارق المسعودي، شكرا ايضا معاويه القادري شرفنا بحضورك اليوم، سي المنجي مشكور كالعاده، شكرا ايضا منال سيرسي في الاخراج، محمود الزنيدي في الاخراج الرقمي، اجمل تحيات اسلام المتبر.